اسم حامد، حامد سعد البسطاوي. حامد، الموقف اللي انت عملته في انتخابات الرئاسة، هل انت عملته باقناع؟ باقناع حضرتك. كم دي المرة الكام اللي بتشارك فيها في الانتخابات؟ دي كل ما يقولوا في انتخابات بطلع حضرتك، يعني انا مش هقدر ادي لك الايام اللي انا كل ما يقولوا في انتخابات بطلع وانا ما بتاخرش. اديت صوتك لمين؟ للرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ عشان انا بحبه. تحبه ليه؟ يكفي ان البلد في امان. انت مقيم في العنطرة شرق طبعا صح؟ عدد انت حاسس بالمشروعات التي اقيمت على ارض الانطار حضرتك؟ انا اديته بدون يعني ما فكرتش في مشاريع، ما فكرتش في حاجه، انا فكرت ان بلدي دي هتبقى في امان واستقرار. انت متجوز؟ انا متجوز حضرتك. شغال ايه حضرتك؟ كل قال ان انا شغال ميكانيكي وشهروا الدنيا بحالها ان انا شغال ميكانيكي، بس حضرتك اني انا شغال قدام ورشه عامل. ورشة ايه؟ ورشة مستقلات. طيب انت عندك اولاد؟ انا عندي ثلاثة. ثلاثة اعمارهم ايه؟ انا عندي احمد وعندي هانم وعندي الكبير اسمه فاروق حسين. طيب انا عايز اعرف انت ليك مطالب حامد؟ مطالبك ايه؟ انا مطالبي ان انا يعني امنية حياتي انا عايز اتوظف. هتتوظف؟ انا عايز اتوظف. هتتوظف فين بالظبط؟ اتوظف حضرتك، انا كنت شغال في التربية والتعليم. بالعقد كده ولا؟ بالاجر يعني. ومعايا مؤقت يعني؟ مؤقت. وسبت الوظيفة؟ بس مش سبتها حضرتك، هي كانت تبع الضمان الاجتماعي ولا مش عارف اسمها. المشاركة المجتمعية. ايوه المشاركة المجتمعية. وسبتها صح؟ سبت الشغل ولا لسه فيه؟ لسه فيه. لسه فيه وعايز تتثبت صح؟ في التربية والتعليم. شغال في مدرسة ايه؟ مدرسة حسن. المدرسة حسن. طيب انت كنت عارف انه هيحصل انك انت هتبقى مشهور او كده في الموقف اللي عملته؟ لا. سيادة المحافظ ادالك شقة اوضة وصالة طبعا. حضرتك اوضة وصالة بس لسه هستلمها بكرة ان شاء الله. سيدة انت زوجة حامد صح؟ زوجة حامد سعد البسطامس. ايه مطالبكم؟ احنا مطالبنا هو يتوظف في التربية والتعليم. ومطالبنا ان احنا ناخد الشقة وحد يساعدنا في العفش بتاع، لان احنا ما عندناش عفش. بس عشان نقدر نربي عيالنا، لان هو ساعة ما بيكبر في السن مش فيش حد هيعين العيال. هو شغال باليومية طبعا. شغال باليومية كده. شغال بالاجر. يوم فيه وعشرة ما فيش. وعندكم طبعا اولادكم في مراحل التعليم المختلفة. في التعليم. واحد في الاعدادي وواحد في والتاني في الابتدائي صغير. هو طبعا حضرتك لما يكبر في السن ما فيش حد هيعين العيال. وانا والله تعبانة وما نش لاقي حد اصلا يكشف. انت تعبانة عندك ايه؟ انا بقى عندك يعني دي كده بتوجعني وعظمي كله بيوجعني.